نطولوه نقصروه كما كنقولوا. فالإشكالية اللي مطروحة اليوم ماشي النتيجة، ما نتكلموش على النتيجة، ما نتكلموش على المدرب، نتكلموا على مأساسة كرة القدم. وحنا مازالين لسوء الحظ بعيدين على خلق مؤسسات كروية اللي فيها تفكر واللي فيها تعمل يشتغل واللي فيها تتفرج. فما عشناه لسوء الحظ في القاهرة هو نتيجة ديال واحد عدم حل واحد الإشكالية كبيرة وكبيرة جدا، ويمكن نعتبروها كعقدة، عقدة الآن ديال المغرب على الأقل خلال 20 سنة الماضية، وهي ديال اللاعب المغربي المحترف بأوروبا واللاعب المغربي المحترف بالمغرب، هذوك اللي تنسميهم المحليين. المحليين اللي حقوا نتائج إيجابية بالنسبة للشان، فكانت نتيجة إيجابية وكانوا فيها لاعبين آخر، وكنا ننتظر أن التفكير يدار في هذا الإطار هذا، والمزج بين ما هو لاعب محترف مغربي أوروبي واللاعب المحلي. هذا الشيء ما تدارش، رغم أن التحدي اللي كان طروح هو تحدي إفريقي أفرو أفريكا، يعني بعيد على أوروبا وبعيد على التكوين الأوروبي إلى آخره. إذن بالنسبة للمستقبل خصنا نبقاو كما كنا دائما أفارقة، إحنا أفارقة. هاد الأفارقة اش بغاو؟ بغاو أن اللاعب المحترف لا يعقل أن عدد من الأسماء، لو بغيت نعطيك الأسماء، لاعبين مستوى عالي جدا ويقصون من منتخب اللي يمكن عنده كفاءات وطاقات اللي في أضعف على أضعف الإيمان، غادي يلعبوا في نفس المستوى اللي يلعبوا به اللاعبين المحترفين ديال أوروبا خلال المباريات اللي شاهدنا في كأس أفريقيا، وخلال كذلك المباريات التمهيدية اللي داروا استعداد ديالهم كذلك، شفنا النتائج منذ ذلك الوقت. وحنا نقولوا الله يخرج بخير، الله يخرج بخير. فإذا المشكل ما نبقاش نتكلموا غير بعض المسائل اللي كتبان لي هامشية، أنا اللي تبان لي أساسي هو ندوة حول أزمة كرة القدم، الأسباب والمسببات إلى آخره، بإدماج كل المحترفين، الودادية ديال المدربين اللي سوء الحظ متراجعة في هذا الباب هذا، حيث أن الودادية هذا هو الدور ديالها، أن تطرح المشكل وتفرض بعض المواقف، تفرض اللاعب المحلي. الودادية هو الدور ديالها. شي لا مشيتي لفرنسا دابا وبغيتي تستمع النقابة ديال المدربين كلهم تيقول لك الأسبقية إلى المدرب المحلي، الأسبقية إلى اللاعب اللي على أعلى مستوى، ولكن خص شروط. ما تفرقش من اللاعب ديال فرنسا واللاعب اللي تيعمل في إنجليز، تيلعب في الإنجليز ولا تيلعب في إسبانيا مثلا. إذن أظن سهلة وصعيبة. الإشكالية هي كيف المج بين المحلي وما بين الأوروبي، وربما ستأتي النتيجة وتعطي جانب، ماشي تحقق النتائج اللي كنا كنحلموا بها.